شعل الضوء مالك اللي قريبك البنت تاع الكوجينه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على السلامه، شنو اخويكم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي يعطيكم القبول محبه الرسول. رجعنا لكم كيما وعدتكم، رجعنا للفيديوهات ان شاء الله يكونوا في المستوى اللي انتم تعودتوه به مني وتحبوه. حتى لين نروح لتونس الحمد لله، نروح لتونس هاو تو هاو بركا نتكلم انا وعم نور الدين، قال لي غير تجي شي حاضر لي الطابونه والغناه وباش نعمل فيديوهات مع مرتي نور الدين هذيا حاسيلو روعه روعه. انا فيري اكسايتد يعني فرحانه برشا. مش جست ديريكت في الفيرما في الفيرما اسمها وديتها فيرما الثانيه مش ديريكت، اما حتى مازال فيها تجهيزات ناقص. شفت المره اللي فاتت الكراج بركا تصب، يعني يحب لنا وقت كبير، يلزم برشا حاجات حاسيب. اما انا باش ندخل فيها نصوركم في النهار اللي نجم نصور باذن الله حاسيب. اليوم شنو؟ اليوم نحب نلبيكم كل طلباتكم. طلبوا مني باش نعملوا مقلوبه هما كنهار عملتها سميه. سميه شفتوني يعني صورتها في الاخر بكل وقت لي طيب صيد طاب الروز وكل شيء وتقلب فيه. فبعد جاوني قالوا كيفاش طيبت سميه؟ انا باش نطيبوا بطريقتي اليوم، هي نفس الطريقه. لكن انتوما راهي سميه واعده اخوتها باش تعاود مره اخرى قبل ما نروح انا باش نعملوا لما نسكن وباش تعملوا بطريقتها هي وبالحمل على الوجه. انا اليوم باش نعملوا بيت دجاج. حطيت لهنا دجاج زوز فخاخ كاملين دجاج انت وشنو تحب، ومعاهم شويه بصل وشويه ثوم شويه راهو تاع تقليه الدجاج باش يعطي نكهه في الدجاج. فتجيبني في العاده يعني ما فرشة ناس ما تعملوش في المقلوبه، لكن انا نعمل وانا حره وانت حره. وحتى طريقة بعد خلينا نحل الساعه الضرب باش ما نبداش نحكي هكاكا والغاز يمشي بيش. ايوا هكا حليته قوية على الاخر هاي مكتوبة. وباش نحط انا حطيت زوز فخاد دجاج كيما قلت لكم، هاو نحيتو الجلدة مقابلة هاكا وفيهم بصل. خلينا نمسح يديا اللي شديت الدجاج من غير نحطو الزيت لهنا، ما نحطش برشا على خاطر عندنا قليلات باش نقليوهم بعد. ايوا شوية بركة بي. لا محمد طبعا ندخل هذين هنا نخليهم. انا ما عنديش حتى شيء لا محمد رسول الله باش نقليها الدجاجه لحد طبعا نحتاجوا الكركم ونحتاجوا الزعتر الكليل والفلفل الاحمر والملح وكان تحبوا كان تحبوا هو اختياري. فما ناس ما تحبش تعملوا مكعبات ماجي تعرفوهم انتوما احنا هنايا يبيعوا هنا حلال هذيا مكعبات ماجي كيف اكيد مكعبات تنجم في الدار. فما انا عملناه ولو تعملنا عملتها في الدار ما تجيش فيها وحكي كيما صراحه كيما يعملوه مصرية هذيك عايش ما عرفتهاش انا هذيا هكا عملتها عندي نص كعبه يمكن نرميها كيما قلنا اختيار يفوح ياسر الروز يجيب لنا عالمية. توا انا سيد حمرت وبيعت الدجاجه تشوفها بيضة وليت على ما نقلب فيها ما بين اكل البصل والثوم وشويه زيت. توا الملح اللي هنا انا باش نحط من بعد نفوحها باش ما تحرقنيش اكل فيها هذيك تولي ما فيش فيه حتى فايده. بسم الله انتظروني في تونس فيديوهات روعه باش تكون ان شاء الله. سامحوني كي تعطلت وكركرت عليكم ياسر توا، لكن هاني رجعت توا كي نلقى فرصه مش باش نفلتها. اول حاجه باش نحط هذه كعبه ناقصه، لا والله في بالي عنده النص باش نرمي هذه كعبه ورد بالي على الملح.
اي الوصمه ما تحبش تظهر برشا قداش رايح داي على الكاميرا امك تحبك مره يوم قلنا تسامحنا في مره مش ديما ترسلي وقص في الفيديو من بعد هنا في الفلك حل وهذا حر كل واحد كل واحد يحب واحد الكلمتين ناكل فيهم منى باهي منى باهي كان جات لي انا وريت لك البطاطا صح بصرام من البطاطا صح بشوي قلت جميلة صفرة وفي شفتوني علاش ما حطيتهاش ديريكت مع القليل نتاع البصل والثومة علاش على خاطر تتحرق وزعفر كي في فوائد الثومة ان شاء الله مليان بالفوائد فحرام يعني انه مش الفلفل حبيته في فايدة فحرام ما نقليوه معناها فوائد كلها تطير تتبخر توا باش نعملو زعتر وكري نص مغرفة باهية معناها مغرفة متوسطة مليانة انتم تعرفوا هذا تطيبي انا انتم طنجرتكم قدامكم في كوجينتكم حطوها بالعلوش حطوها بالدجاج حطوا باللي تحبوا انتم نوردين قاعد تسمع فيا والله نسيتك سامحني من قبل نسجل نتكلم نسيته هو ساكت مسكين يسمع فيه وساكت يستنى فيه نكمل ليه هكا هو هذوما هما باش نحطهم هنا ومن بعد باش نشوف الملح الساعة اكيد راني نخسر ملح باش نزيدها شويه ملح خاطر مهما كانت المكعبات ماشي ما فيش برشا ملح بسم الله خاطرنا البطاطا والكل باش قبل ما نقليهم بعد ما نقشرهم ونقلهم خلي هذا الطيب باش نقشرهم ونغسلهم ونملحهم ونهبط اللوطه ما تقولوش فيها زوز في الجدارات في الغاز بالنسبه للناس ما تفرجتش البارح في فيديو البارح راهو هذاك هذايا الفريجيدير القديم اللي كان هنا في بلاصتي هذا جديد موني جاب شهبته لها البارح ما حبش يهبط خاطر عندنا لوحه في الدروج تسد يتسكر هما ممنوع عليهم يمسوها فقال لها جيبي واحد يحلو هي باش تحلها وحده ولا تجي هي سمي سهلت عبر الترنفيس تتحل في سهله وبعد تكلمهم مره اخرى باش يهبطوا الفريجيدي هذاك علاش عندنا زوز هذا القديم اللوطه من الكريم محطوط وهذا الجديد شفتوه البارح عند الجماعه الكل ما احلى بزوز بيبان ما شاء الله يهز تبارك شوفوا اول مره البارح قلت لكم راه ما ثمش يظهر لي خطر صغير على الحليب رقدتهم الكل وهما شوفوا عندهم هنا بلاصه عاملين واسع هذا بلاصه باب الحليب واحنا ما نحطوش في الباب الحليب سمينا نقولوا يتهلك الحليب وما ندرش له هما لا اما خاطر نوعيه البيبان هذوما يتسكروا تو هذايا خاطر في جدار قديم ماذا بيك او اصلا الحلين مش باهي برشا تعرف في الجدار الكل اللي عنده صغار انا نعرف ولادي مش يحلوا اذا حكلوا خرجوا خرجوا سو نتصور باش ندخلهم بداخل خاصة من الياس خافيش منه حسير بي خليني خليو لهنا ما نخليوهاش قويه باش خاطر مش لازم نقويوها باش خليها معتدله في الاربعه اللي خليتها وتو هذه فارغ خاطر باش نحط فيه الماء وخليه يغلي باش اذا استحق يتبع كي نغسل الروز ونستحق ماء مغلي نقحه ديجا انا باش نحطو تو هكا ونخليه يغلي هذه وتو باش نتعداو ديريكت نمشي ونقشر البطاطا ونقصها هي والخضرة نتاعنا ونهبطو اللوطة مع بعضنا هاي نمشي مع بعضنا نتبعو يعني هي تنساوش اللايك ها فيكم كلكم ما عملتوش لايك هكا ولا ليه هاي اللي عمل لي يعطيه الصحة واللي ما عملش هاني فكر اعملوا لي لايك هاي لايك مهم برشا برشا راه باش الفيديو نتاعنا يطلع نرجع تهبط اللوطة علاش هبطت تركبت المرقة الفوق الصوص الفوق وهبطت اللوطة نحب نستعمل غاز بصراحة ريحة قوية ونقليه مادام ما فماش كاري باش نقلي فيها اللوطة باش الزيت والريحة ما تبداش ياسر الفوق تولي باش نقلي هنا عندنا البصل من بعد كي نجي نظمها وعندنا
البتنجان شاي جراي، عملت شويه ملح وشويه بطاطا جراي والقرعه جراي، هذو باش نقليوهم لهنا. حطيت القلايه وشعلت الغاز باش نحط الزيت وخلي تسخن ونقليهم. هاك حتى والله بعدتها على الكونتوار وبعدتها على الكوجينه، الغاز بعيد شويه حطيناه باش ما نزبك ما يلكش الدنيا، تعرف الزيت قداش يمسك. وعندنا حتى كي تبدا فما ريحه، عندنا وحده تحل قويه برشا لهنا، نحلوهم مع ان شاء الله فما ريحه. حسين انا باش نبدا نقلي، يسخن الزيت نبدا بالبطاطا الاولى وبعد كل الاخرين، وهذا البصل بعد الكل باش نحمروه على الاخر، هذا باش نزينوا به فيها. حسين كهو شفتوني ركبتها الفوق الدجاج خليته تي، وتو باش نستنى مع بعضنا لهنا حتى لين نكمل نقلي. انا لهنا بديت نقلي ونتكلم مع راجلي في نفس الوقت. ربي يهدينا في الحياه، ربي يهدينا في الحياه. في السن يعيش وحده في يعني في قبة ليفا، وعيلته وين؟ ما تحبش تعيش معاه ولا تعودوا تدور أصدقاء بالعاصمة، ما الناس ما تحبش فيها. ما لا عنده بالحق، يعني هو بيت فيه خربه ويحب يبيع بيته معاه. لا ينصح بعدهم بدي لهم دار بيته ويسكنوا وقتها يلوم عليهم. الجبل ساكن مش كي دارنا هنا احنا الساكن بتاعنا، حتى من الخنازير راهم يهبطوا له من الجبل راه. وعلي يعني عندهم الحق وخلي عاد، هذا ما ينجمش يلوم لا على مرته ولا على ولاده. اسمعني. انا ريتهم بعيني في حمام الانف هابطين من الجبل، وقت متعدين انا وياك بالكهربه وهم ريناهم ياكلوا في الزبله غادي. اسمعني لحظة نورتينا، ما لحظة واحدة ما تتكلمش، خلينا مش نسجل لخديجة كاو. خديجة برتقول تعرف انت بلا. اهلا خديجة، والله نعرف يا خديجة يرحم ميمتك وبوك، ونعرف هذيك امك، نعرف هذيك امك تحبي تفكيها انت، تحبي تعملي كل شيء وحدك. ربي يفضلك، ربي ان شاء الله يرحم والديك ويعطيك صحة الدن، وربي يبارك لك فكر الوليدات، ويبارك لك فكر الويج اللي هو خويا ويهديك كيما الرجال الكل. حسين باهي يا خديجه، نحنا ما نتعرفوش في الحكايه هذيا، حاجه الخير ما نتعرفوش، اللي نجم روحه وانا فا باهي. حسين وعي نقلي طايفه فطوري، راني نتكلم في نور الدين في الخط، فهمتي؟ ما شاء الله بالكش من بعد نطلبك اخر الليل ان شاء الله. اوكي يلا بابا سلم عليهم الكل. خديجه دي مرت خويا نتعارك انا وياها على امي والله مرة تحب هي كل شيء وحدها والله ربي يكثر من عندي اسمي وخي. انا هبطت اللوطه نقلي انا وديت البطاطا على الزيت وريحه الزيت برا معنا الغاز جديد فوق، قلت لها لي خلنا باش نعمل قليل خلنا نعملوا اللوطه هاي. كملي على صاحبك اللي عايش بحر الخنازير ويحب متغشش على عائلته ما تسكنش بحريه ولا نورمال عنده. انت تحب تمشي تبات عنده ولا تجسك النهار كهو؟ تبات شاف ولد شيخ نازر. اوكي امشي في النهار شوفش عنده وخذ فكره وروح. يصطاد في الحوت.
شاء الله قد نجي انا غادي كان فما مجال باش نمشي معاكم. اذا كان برشا جاي ما نمشيش. صور لي انت هكا هاو قلت لي فما بحيره فيها حوت. اوكي شوف لها وين قمرها ونمشي وانا وياك. اشري صناره ونمشي وانا وياك وحدنا. نكمل نقلي ونطلع الفوق ان شاء الله نكمل عاد البقيه ان شاء الله باش ما يجيكمش الطويل. باش نكمل نقلي مع بحذايا. صاي كملت البطاطا وبديت البتنجان. بي روحت للمكتب عندك نص نهار لسا يقرا نص نهار. هاك بوسه عاد على الأبيو حبيبي. I thought you left. لا I didn't left. I know I thought you left. You were just downstairs. يا يسخني روحت بجع. ويستناني خاطر اللي يحب يستعمل الأيباد نتاعي. ساعات يلعب بيه توا أنا نصور بيه. حاسين هذه نكرملها حتى لين تتقرمش. مش تتحرق تتقرمش. هنا بلين تزينوا بيهم الفوق. كملت وقطيتهم الكل رجعنا لكم. هذه الطنجره بيدها ما طيبنا فيها ما نطيشوهاش فهمتوا مقابله كيكه. شنو نحطوا فيها؟ نحطوا نفرش فيها البصل. البصل علاش نعملوا فيه لهنا؟ البصل نعملوه باش ما يشدش. تجي الشده في البصل يعني يشد البصل في قاع الطنجره ما يشدكش في الخضره ولا في الدجاج. باهي نحاولوا نفرشوه. النجم نحط برشا ما خاطر انا مش باش نطيب برشا روز. انت تعبيه انت تنجم تعبيه وال البصل على كامل القاع نتاع الطنجره فهمتوا. باه ان شاء الله يكون ظاهره خاطر الكاميرا مقلوبه. باه سيدي بن سيدي شنو نعملوا لهنا؟ باش نفرشوا الخضره اللي عندنا. الخضره اللي عندنا خل بعده ساعه شويه هكا باش ما تقلقنيش. الخضره اللي عندنا هذي اللي انا قليتهم وزدت عليهم كعبه ولا اثنين طماطم. هذايا اختياري تنجم انت تعمل تنجم ما تعملوش. باه هاك الزيت كله شفتوه الزيت كله هبط لهنا. هاك منعت طنجره من غرام زيت ولا قديش الله اعلم. شو باش نعمل تو؟ باش نحط البطاطا. حطها كيما تحب انت صفه بصفه او تحط كعبه بكعبه. يعني صفى بطاطا صفى قرع صفى في البتنجان طماطم. ماذا بيك طماطم تحطها ورا البصل ديريكت تمن حطيتها مخر شويه باش كي تقلب الحموره تجي من فوق. يعني كملت عملتهم الخضره اللي عندك كل صففها خاطر قد ما تكثر راهو الخضره نتاعك اللي مقليه اللي باش تحط فيها عندي مع الروز تجي ابن. وزينت بال طبعا الدجاج من فوق كيما شفتوا. وتو انا هنا محضره الروز مغسول زوز هذو 250 ملي يعني زوز من مجوني صحفه. حطيتهم الكل بطبيعه الحال ونحاول نصففهم بمغرفه يعني نستوي نوزعهم على كامل الطنجره فهمت باش يجوني مستويين. وتو هذوما عندي المرقه اللي انا التختوخ اللي نغسلت طيبت فيه الدجاج هذاك باش يجيني صحفه. والروز عملت صحفه يعني الماء يلزم زوز يعني الروز ما هو صحفه الماء يكون زوز. الصوص هذاك قوي ما شاء الله شفتوه هذاك فاحو. الاخر يكون الماء مغلي معايا نصب صحفه اخرى تولي عندي زود. هنا تشوفوه شويه اول ما دوبه انا نحرك الطنجره يطلع الكل ويهبط الماء يتوزع الخضره تشد بلاصتها والروز تشد بلاصته تولي ما تستحقش حتى طرف ماء تولي تو تشوفوه كيفاش طلع الماء لفوق. ما تقولش شويه وتزيد الماء تقولها وشوي زدتها شويه ملح على خاطر انا لقيتها ناقصه. سي تو هكا مريق لامورها الماء نتاعها صافي 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 قال الراجل. باهي شوف النجم نشوف صحن اكبر خاطر هذا صغير شويه ترى. باهي انا اختياري عندي هذا اصغر او هذا يجي قد قد لكن هذا نخاف منه ما نعرفش ماركتو مكتوب ياسر بجويد ندرا يجي في السخانه ولا لا. هذايا بما انه اغلى اكيد يجي في السخانه ما عندناش مشكله فيه. شنو اللي نحطه احسن من ما نحطش بالكل. بسم الله وهو نظيفه من الماكينه خرجته نحطه كيكه ننزل عليه باش هو نجم نحط فوق منه
مهريس، عندي مهريس صغير باش ما يتحركش. شفتوا كيفاش؟ لكن لهنا انا نحب نغطيها من فوق، فهمت؟ واه والله في بالي باش نغطيها بالالومنيوم ومن بعد باش نغطي نحط القطاع، قلت ما يجيش، لكن هاو يجي صافا. توا كي توا باش نحطها انا على الغاز، نخليها تيب ونخليها عريانه شويه، هي تغلى وين نقص فيها ونغطيها ونخليها تيب على روح، فهمتوا؟ ما في حد شيء سهله برشا. توا باش نحطها على الغاز، هاكا بدات تغلي. شفت انا نقصتها توا على الاخر، شفتوا؟ باهي باش نحط ونغطيها. انا ما نجمش نغطي على الاخر خاطر باش تعكس الكاميرا عليا انا تقريبا، ولا لي صافا كيك نتصور صافا. اير وي جو صافا صافا. باهي شفتوها صاي. نتاكد اللي هي ما عادش تخرج هاكا الهواء ونخليها تطيب. نقصت على الاخر، نقصت على الاخر، نزيد نقص، نقصت على الاخر ونخليها تطيب، وبعد نرجع لكم وقت تطيب ان شاء الله. بيه تفيت على الغاز وباش نطلوا عليه. بسم الله او كمبينه هاك باش نحي المهريس سخون، وشوفوا الواحد كيفاش فارك مصلي على النبي. ومن بعد نحيه والماء كله شرب، شفتوا؟ يعني توا انا اش باش نعمل؟ بسم الله. اوكي كان هنا ماء بطبيعة الحال من المهريس هابط، نحيته ونشفته قبل ما نقلب الصحن، ويولي يتقلب فاك الماء غاديك. تو باش نحاول نخرج بطبيعة الحال بشوي بشوية، صاو يلزمني زوز يدين البنات باش نسكر. هاكا نحينا الصحن، الروز فارك ما نحبش نحركه تو خاطر باش ما نخرجش الدجاج والواحد الفوق، ومن بعد ندبر فاش نقل نقلبو. المشكلة لهنا في القلبين، علاش؟ خاطر ما عنديش شقاله، لازم تكون شقاله مدوره ومفرطحه شويه، مفرطحه باش تنجم تقلب بها. عطاو نجرب، وانا عندي شقاله بركه تاع سباغيتي هي طليانيه، لكن الله باش نجرب الله غالب. نرجو توا الروز تاعك كما قلت كيما وريتكم. انا عندي زوز، ما عنديش، عندي صحن بلا ما تجيش، ما تجيش صحن كيما هذا. كيما هكا بلا حتى وكان كبير ما يجيش، هذا صغير مانيش نحكي على هذا، اما بلا يكون بلا ما يجيش، لازم يكون مفرتح وعامل جوانب شويه باش يجي على الشقاله ويكون كبير باش ما يتفرتكش الروز اللي فوق، ياخذ راحته، المقلوبه تاخذ راحتها فيه. باهي هذا ما نحكيش عليه، خليه لهنا. عندي هذا النحاس نتاع موني، لكن زاد صغير ظريف على ما يجيش باش يتبزع لي الروز في وسطه، كان جاي كبيره هذا نحط فيه خير، فهمت؟ هذايا نتاع سباغيتي ايطاليانيه، هذايا هي اصلا نتاع سباغيتي، يعني ما تجيش نتاع مقلوبه. لو كان جات هكا كبير شوي، لكن هذه كملي خير. لو وجد كان شقال اللوح ما تجيش شقال اللوح خاطر مفرطحه برشا كبيره كي جاي. فانا باش نعمل هذا، ما عنديش حتى حل اش فين نعملو. بسم الله الرحمن الرحيم. باهي هذايا وريتكم من بطبيعه الحال، شفتوه عن قرب هاكا انتو. باهي شنو باش نعمل انا، شنو باش نعمل؟ توا باش نعمل هكا ونقلبها ونخليها شويه حتى لين تهبط. بسم الله لازم تكون تردوا بيكم. بسم الله بالحق هي يسمها منلوطه وحد بالمنديله يشدها، لكن انا مش باش نشدها بالمنديله خاطر خاف الشقاله تهرب لي. بسم الله بسم الله هكاكا. بسم الله تنجم تعمل هكا باش كان فما حاجة تهبط. بسم الله هاكا بقالي بصلي، قلت لكم على حكينا عليه، بصلي وشوية روز من بعد نحيه، نجم نحيه فهمتوا. غنقرب لكم الكاميرا وتشوفوا منظر. هذه هي مقلوبتنا سهلة برشا وتاكلوا صحة بالشفاء. خليني هذا الساعة نحطه لهنا،
بعد نعملوه نقرب لكم الطنجره تشوفوا كيفاش. يا عمري يا عمري ساي اي 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 شنو رايكم هاي؟ الطماطم هكا ظهرت من فوق، تنجموا تعملوا، انا عملت كعبه واحده طماطم، واحده طلعت لي الاخرى فوسط الروز، مش مشكله طبعا بعض لي بايو ياكلها. لكن انت اذا كنت تحب تعمل حتى كعبتين طماطم تنجم تحط ومن بعد تحاول باش تزينها شويه، خاطر هي اكيد باش تكون مخلطه مع الروز، تصفيها تجيش تعرف طايب طايب زبده، والله زبده شو كاينو كاينو سسمو هذاك كاينو ججرتي فهمت، طايب بالكدا. البطاطا بطبيعة الحال ما حطيتش برشا، لكن ظهرت القراع كله من كله، كي تبدا تاكل يطلع لك القراع والبتنجان وكل. انت فما قالوا لي تنجم تحط السفناريا، شوف المقلوبه ما يحطوش فيها السفناريا، لكن انت حره كيما قلنا في دارك انت حره تحط تنجم كيما قلنا. شو ما احلى منظر هكا من بعيد يهبل، والله والله العظيم ما نكتبش عليكم، يا بنا فيها الحقيقه وصحي زاده. نجم مثلا البطاطا والبتنجان والقراع تعملهم في الفرشه شايحين، وبعد تعمل نفس الطريقه باش ينقص يعني اقل زيوت اقل فهمت شحال مشحومات وكل. لكن بنهم باش ما نكذبش عليكم يتعمل، عملت وانا في الفرن لي انا ماهوش بنا كيما توا، كي يبدا يتقلي متسمي المقلوبه متسمي على القليل، فاذا ما يتقلاش ما يجيش بنين الحقيقه. واللي يحب ما يقليش هو حر نجم يعملها في الفرن، لكن تحب مقلوبه مزيانه وبنينه وتهبل واعطوا قولوا لي رايكم. نرجع للسفناريا، راهو السفناريا تنجم تعملها لكن هي يابسه باش تقليها ما تتقليش، وكان ترميها مع اخر حاجه كيما تقلي كل شيء وتحط كل شيء طايب يبقى كان الروز، وهي باش تكون نفس المستوى نتاع الروز ما تطيبش في ساعتين من الروز. وفي حلاوه بالسكر، اللي عنده سكر يبعد على السفناريا فهمت، حط الخضر اللي تحب عليها انت من غير ما نقول لكم شنو هي، ما هذوما اهم الخضر اللي تتحط وتجي بنينه وكل شيء، البطاطا البتنجان والقرع والبصل والطماطم. اذا كنت حابه تكثر الطماطم تجيك بنينه برشا، جربوها وقولوا لي بكل صراحه، ساهله برشا في ترطيبها وصحه بالشفاء لكم الكل. وان شاء الله اللي طلبوها من يد سمية ان شاء الله كي نجي قبل ما نروح باش تعزمنا الناس الكل على مقلوبه بالحمل علوش. انا عملتها بالدجاج اليوم يا الحمد لله فيها البركه. نسيت ما قلتلكمش على اللمس الاخير اللي هو البصل اللي كرملناه، كان عندك مع اللحم المفروم وشويه لوز هذا كيف كيف تحمرهم وتزين به، ما كانش يزي فيه ألف بركه. مالا ما تنساونيش من لايك اذا كان نحتاج اللايك وعجبكم الفيديو، ونقول لكم ان شاء الله ما نطش عليكم ان شاء الله ما نعشنا باش نطيب، خاطر طبعا خليها للظروف خليها للظروف حسيب. ونقول لكم يعطيكم القبول محبه الرسول، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسلامة.